سلام الله عليك. أعلن نادي جيتس عن توصل لاتفاق مع مجموعة كلير كابيتال وبيرأسها رجل الأعمال الأمريكي تود بولي لشراء نادي تشيلسي بصفقة مقدارها 5,250,000,000 دولار. وهذه الصفقة تعتبر أعلى صفقة لنادي رياضي، أعلى قيمة سوقية لنادي رياضي محترف في أوروبا. يا ترى هل حيكون تود بولي مالك ناجح مثل رومان إبراهيموفيتش، علما أن رومان إبراهيموفيتش اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 وتخلى عنه في عام 2022 بسبب حروب روسيا وأوكرانيا. رومان إبراهيموفيتش حقق نجاحات كبيرة مع نادي تشيلسي، أبرزها أنه أخذ دوري أبطال أوروبا مرتين، أخذ الدوري الإنجليزي 5 مرات، أخذ كأس العالم للأندية مرتين، وحقق الاتحاد الإنجليزي وحقق الكابيتال 1. يعني نادي تشيلسي فريق حقق نجاحات كبيرة تحت عهد رومان إبراهيموفيتش. يا ترى مين هو تود بولي؟ وهل حيكون رئيس ناجح فعلا لنادي تشيلسي؟ وهل يا ترى حينقل نادي تشيلسي من مرحلة نجاح لمرحلة نجاح تانية؟ خلينا نتعرف على تود بولي رئيس نادي تشيلسي الجديد، أو مالك نادي تشيلسي الجديد زي ما بتحب. طبعا تود بولي رجل أعمال الأمريكي، عمره 46 سنة، ثروته المالية 4,500,000,000 دولار، ويعتبر الرجل 627 ضمن أغنى رجل في العالم. يا الله، إيش الكلام البليغ ذا؟ من أين لك هذا؟ الرجل اتخرج من كلية لندن للاقتصاد وبدأ حياته المهنية في مصرف وبنك فيرست في بوسطن. في عام 2001 انتقل للعمل في شركة كوكنهام باركنز وأنشأ أعمال الاستثمار الائتماني وأخذ منصب رئيس الشركة. طبعا في عام 2015 استحوذ على نسبة 20% من نادي لوس أنجلوس توتجرز، نادي أمريكي بيلعب بيسبول، وعمل صفقة مع شركة تايم كابل لإنشاء شبكة رياضية لحتى إنهم ينقلوا مباريات توتجرز في الدوري الأمريكي. في عام 2015 جمع كل أسهم القابضة في شركة ألدريج. شركة ألدريج تملك 80 شركة وخصص للاستثمار الرياضي والعقاري والإعلام. في عام 2021 استحوذ على نسبة 27% من أسهم نادي لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي، وفي فبراير عام 2021 أصبح نادي لوس أنجلوس ليكرز ثالث أعلى قيمة سوقية للأندية الـ NBA في صف بقي تقدر قيمته السوقية ب 5,500,000,000 دولار. طبعا في له أسهم في شركة كينجز للمراهنات الرياضية اللي بتقيم فانتازيا رياضية. لا ترى هل حيحقق تود بولي نجاحات مثل نجاحات رومان إبراهيموفيتش مع تشيلسي؟ أعطيني رأيك عزيزي المتابع في صفقة بيع نادي تشيلسي لتود بولي. سلام.